نبتدي بجريدة الأهرام اللي اتكلمت عن النادي الأهلي النهاردة وقالت كلام مهم قوي. الأهلي لن نذهب لمواجهة الجونة، ده أمر معروف خلاص عارفينه من يوم الخميس اللي فات، وملتزمون بترتيب جدول مسابقة الدوري، وده اللي بيرغب فيه النادي الأهلي والمفروض إن بيرغب فيه كل الأندية في الحقيقة، لكن اتحاد الكرة ما بيرغبش في كده. هنعمل إيه؟ هو اتحاد الكرة اللي عايز كده، فمش عارفين نعمل ايه بصراحه يعني. لكن الاهلي عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، وطلع خطابه، طبعا راح لاتحاد الكوره وطلع البيان اللي اعلنه كل الناس، وبيحذر زي ما مكتوب في الخبر كده من تكرار ازمات الموسم الماضي، وده اللي اتكلمنا فيه، لان ازمات الموسم الماضي دي معناها ان احنا هنشوف موسم سيء جدا وكله مشاكل زي ما حدث الموسم الماضي. وبيأكد النادي الاهلي وكل الناس خلاص عارفه الكلام ده، ان الدعم الكامل للاجهزه الامنيه ده شيء مفروغ منه. وخبر في الحقيقة مهم جدا من جريدة الأهرام، من أكبر الجرائد يعني في مصر. نروح للأخبار، أيضا جريدة مهمة جدا تتكلم، بتقول إيه؟ الأهلي: نحن على وضع ثبات، لن نلعب ولن ننسحب. وده مهم قوي، إحنا مش هنلعب بس إحنا ما بننسحبش. هتقولي طب إزاي يعني؟ ما هو الأهلي بيطالب بشيء معين عايز ينفذه طبقا لاعلان اتحاد الكوره مع بدايه الموسم. احنا بنعيد وبنزيد عشان نوضح للناس اللي ممكن ما يكونش فاهم القصه فين دلوقتي، بنحاول نوضح له الامور. فبالتالي الاهلي مش بينسحب، الاهلي مش عايز يلعب غير بالترتيب اللي عنده، الجدول اللي عنده. الجدول بيقول ايه؟ الماتش الجاي الاهلي مين؟ اللي هو ماتش رقم 4 في الدوري الاهلي مع مين؟ مع الزمالك. هو الاهلي عايز يلعب ماتش الزمالك بس، مفيش حاجه اكتر من كده. تدريبات ترفيه للفريق مع فايلر وزياره لبيبو في منزله. الكابتن محمود الخطيب طبعا احنا عارفين ان هو كان عمل جراحه حقن في الظهر ورجع امبارح من اسكندريه، لان هو كان موجود في مستشفى الملك في اسكندريه ورجع، وكان في زياره طبعا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ليه في منزل الكابتن محمود الخطيب. نتمنى له الف سلامه ان شاء الله باذن الله، ويقوم لنا بالف سلامه باذن الله. فاتكلمنا على موضوع التدريبات، لكن في حته بس عايز اقولها. البعض ممكن يكون بيسمع بعض التصريحات من مسؤولين في أندية أخرى، وبستغرب في الحقيقة، بستغرب جدا. أنا بحب أتكلم بصراحة دايما، إن بلاقي في نبرة بعض الزملكاوية من الآخر من الآخر إن في سعادة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك. ليه؟ يا جماعة أنتوا مش عارفين قيمة ناديكوا؟ أنتوا مبسوطين ليه؟ مبسوطين إن أنتوا مش هتلعبوا الأهلي؟ يا جماعة نادي الزمالك ده نادي كبير جدا، نادي كبير جدا، كيان كبير وتاريخ كبير جدا، انتوا المفروض تقدروا التاريخ ده. المفروض ما تبقوش، انا بتكلم على البعض، بتكلم على البعض، لان انا بحترم وبقدر جدا 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 جمهور نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك. لكن البعض تحس ان هو بيقول لك ايه؟ مش هنلعب ماتش الاهلي، طب ده كويس قوي، ده الاهلي فايق اليومين دول. يا جماعه انتوا نادي الزمالك، انتوا نادي كبير، انتوا بتقللوا من قيمه ناديكوا بالطريقه دي؟ حاجة غريبة جدا. وبعدين أهلي وزمالك مباراة غير مضمونة، حتى لو الأهلي كويس الزمالك ممكن يكسب، حتى لو الزمالك كويس الأهلي ممكن يكسب. أنا مش عارف يعني الناس اللي ممكن تكون ساعت تأجيل المباراة، أو الناس اللي ممكن تكون فرحانة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، أنا مش عارف. أنتم مش عارفين قيمة ناديكم، نادي الزمالك نادي كبير جدا، لازم تعرفوا الموضوع ده كويس جدا يعني، وما تخافوش مواجهة أي حد. بتكلم على البعض يعني، لأن أكيد جمهور نادي الزمالك عنده ثقة كبيرة جدا في ناديه، المعظم منه طبعا، وده مؤكد، وكل احترام وتقدير للجميع في كل الاحوال يعني، لكن هي جزئيه لفتت نظري بصراحه. نروح للوطن. الاهلي يبلغ فايلر بعدم مواجهه الجونه وتجهيز مباريات وديه قويه، وده خلاص موضوع معروف. اللي جاي بقى هو الاهم بالنسبه لي، ازارو يبحث عن عرض الرحيل عن الدكه. هو اصلا في ماتشات عشان ازارو يعرف هيقعد على الدكه ومش هيعرف يقعد على الدكه عشان ياخد قرار ان هو يدور على عروض يعني. هو في ماتشات بتتلعب، ما هو فيش ماتشات بتتلعب يعني. هتقولي طب ما هو ست ماتشات ازارو، ما ست ماتشات بالتحديد اربعه منهم كان ازارو خارج الصوره، كان ازارو مصاب، فلما بيجي يخش في المباريات بيخش تدريجيا، فده طبيعي. لكن مش معنى كده ان ازارو لعيب دكه يعني، بالعكس. انت ما حدش يعرف، انت ما تعرفش، حضرتك اللي كتب الخبر ده انت ما تعرفش مستر فايلر هيلاعب ازارو ولا لا اصلا كاساسي. ما كنتش يا اخي، يمكن كان ازارو هيلعب ماتش الزمالك اساسي، لكن هو طبعا عشان فيش كوره دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي، فهتلاقي اخبار زي دي عادي يعني. بس احنا بنعلق عليها، ما فيش اي بحث خالص عن
عروض للرحيل بالنسبه للازارو. المدير الفني يقمد فتنه ديانج، البعض يقول لك ديانج متضايق عشان ما فيش الكلام ده برده خالص، لان لسه اصلا ما فيش اي حاجه جديده، ما فيش ماتشات، ويؤكد جميع اللاعبين هيشاركوا، وده اللي بيحصل مع مستر فايلر فعلا. نروح للمسا. عايز اخد خبر المسا ده بشكل ايجابي مش بشكل سلبي، يعني بيقول لك ايه، فايلر يعلم نجوم الاهلي العرضيات. ممكن بعض يقول لك هو يعني لعيبه الاهلي ما تعرفش ترفع الكوره يعني تعمل عرضيات، لا بتعرف، لكن هو ممكن يكون الراجل عايز يعمل طريقه معينه، ابتكار معين في العرضيات، وده حقه كمدير فني، ده شيء ايجابي. سويسري يشارك في اللعب ويحذر من اهدار الفرص، والنادي ينتظر رد الجماهير حول القمه اليوم، وما اعتقدش ان هيبقى فيه جديد النهارده يعني من قبل اتحاد الكوره، نتمنى بصراحه ان هم يردوا النهارده. نروح للدستور. الاهلي يرفض رحيل رمضان صبحي ويطالب فايلر باحترام عقده مع الفريق. هو اصلا الاهلي لا طالب فايلر باحترام العقد، ولا فايلر طالب ان هو يمشي من النادي الاهلي. كلام ودي حصل بخصوص ان هو يروح سويسرا، منتخب سويسرا وكلام من ده، لكن مفيش اي حاجه رسمي، والراجل مكمل مشروعه مع النادي الاهلي طبيعي جدا، مفيش اي مشكله. فايلر مش ماشي من النادي الاهلي، فخبر مش موفق بصراحه. وموضوع رمضان صبحي، رمضان مكمل لسه السنه الاعاره مع النادي الاهلي، وبعد كده لما هنشوف الجديد ايه، جديد ايه. لكن رمضان بعقد اعاره مع النادي الاهلي ممكن لمده سنه، ما ينفعش يخرج اعاره في النص، يعني ما ينفعش يمشي في يناير، هو مكمل السنه. لما تكمل السنه ان شاء الله على خير باذن الله هنعرف موقف رمضان صبحي. طيب نروح لخبر اخر، الشروق سريعا. وبخلاف الاهلي يصرف 100,000 دولار لفايلر ومساعديهم كافه الفوز بالسوبر، المدير الفني يطلب مباراتين وديتين، كل الكلام ده كويس. معلول يجدد رفض الرحيل، اللاعب متمسك جدا بتواجده، لكن الاهم بالنسبه لي عبد الفضيل، كابتن شرفة فضيل مدرب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، طبعا نجم النادي الاهلي السابق حضراتكم اكيد عارفين، بيطلب المعايشه مع مستر فايلر، ومش هو بس بالمناسبه، عدد كبير من مدربين قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اخد خبر سريع، يوم السابع الاهلي يحذر الشناوي من اكاذيب السماسره وفرقعه العروض وصرف موضوع الشناوي. يا جماعه الشناوي الراجل مركز قوي مع النادي الاهلي، ولو جاله عرض رسمي هيتم مناقشه العرض من قبل الاداره مع اللاعب، وكمان من ده هيشوفوا الانسب لمصلحه النادي ومصلحه اللاعب. ده فيما يتعلق بالشناوي، عشان كلام عليه برده كتير خلال الايام القليله الماضيه، وتقارير قالت مانشستر يونايتد وكلام من ده، مفيش اي حاجه رسمي جت للشناوي ولا اي لاعب اخر داخل القلعه الحمراء. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع نواصل اخبار الاهلي في المواقع. استنونا.